كثير من الناس بيفهم الحديث ده فهم خاطئ. بيقول لك بيجوز العمليات التفجيرية، بيسموها العمليات الاستشهادية بتاعت الدواعش والتكفيريين والجماعة ديل، شغل بتاع الضلال باسم الدين، يجيبوا الشباب الأولاد الصغار يحضرون في اللابتوب، انت تشوف شكلهم تقول، تشوف علامة الجودة بتاعتهم، وناس تقول ديل ناس دين وناس كويسين وكذي، بعد شوية يغشوا الجماعة الأولاد صغار يجيبون، وهؤلاء شوف في الصومال بيعمل لهم شنو، وشوف في ليبيا، وهذا الطغيان في سوريا شوف الحاصل كيف، وفي فلسطين، ويجيبوا لهم كذي كم مقطع، والبنات يغتصبن والأموال تضيع، وهؤلاء وفعلوا وحكام المسلمين وولي إلى آخره، وساكتي وما ساكتي كلام طويل، ويستفز عواطف بتاعت الشباب، ويجيبوا لهم بعض القصائد كذي ملحنة، ويعيشون في عالم تاني شغل بتاع عاطفة، يجرون شوية شوية شوية، الولد بعد شوية يبقى لك تكفيري، لم فيك انت وفي ناس البيت كلهم كفار، حاكم ده كافر، البلد كلها كافرة، وين؟ ها والله ماشيين، ماش وين؟ برا البلد، اتصل بأمه سلام عليكم، انت وين يا ولد لك كم يوم؟ أنا والله سي وصلت ليبيا ومركتها بغادي، ماش وين؟ ماش شبايع الدولة الإسلامية، وأنا مع الدولة الإسلامية، وأنا مع الدواعش وكذي. بعد شوية يلبسوه حزام ناسف، القادة الكبار ما لابسين حزام ناسف، والغشوه هنا قاعدين في المكيفات هنا راكبين في العربات، يغشوه المسكين يضيعوه، يودوه هناك يلبس الحزام الناسف، يلقى له مجموعة من الناس رب ينط في نصهم يقتل نفسه ويكتلهم وخلاص، ده الدين. الدليل شنو؟ الغلام ما قتلوه والناس أسلموا، ده ما دليل، الدليل ده جابوا واحد بيجيبوه في التلفزيون ما دار يجيب اسمه، البلد دي شتمة بترضى الكلام فيه للأسف، شكله زي شكلنا كده دكتور ويجيبوه في قناة طيبة، عنده مسجد في جبرة، الزول ده وفي الإفتاء، وين البلد دي شت ما يرضوا الكلام فيه، عنده كتاب اسمه حوار مع شاب، وكتاب اسمه الاستبداد السياسي، الرجل ده قريت له الحوار مع شاب ده من الصفحة للصفحة كذي كلها كذي، هسي تجيب اسمه لهم دي شتة كورك في المغابر، يقول لك اها انت بتقدر تتكلم فيه، ده داخ في الصيام بيفتي، في اي شيء بيفتي، في اي شيء بيفتي، قول في اي شيء بيفتي، ضل في المساله دي، مسائل التكفير ومسائل الخروج والمسائل دي ضل فيها، انحرف عن الصراط المستقيم. المهم كتاب حوار مع شاب قال من الادله على العمليات الاستشهاديه دي، جاب مجموعه وجاب له ضوابط وحاجات، وكلام كله مفند ما صحيح وخاتي في غير موضع، قال الدليل قصة الغلام، والغلام يا ناس ما فيها دليل على التفجيرات، وانا اديكم بس بعض الأمثلة بسيطة جدا لانه الموضوع ده مهم ضل الكثير من الناس. واحد، الغلام ده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده ولا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان في من كان قبلكم، ورب العزة والجلال قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الناس الأنبياء كلهم بيتفقوا في العقيدة، لكن في الشرايع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأمثلة كثيرة على أنه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، أو شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف شرعنا، لو ما خالف شرعنا، أما أن يتخذ شرع من قبلنا شرع لنا وإن خالف شرعنا، ده معناه الدين ده ما نسخ الديانات السابقة وإلى آخره، ده كلام باطل سيء إلى الآخر. في شريعتنا الله حرم إنك تقتل نفسك، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، دي واحد. اثنين، هل الغلام ده قتل نفسه بنفسه ولا أرشد الملك إنه يقتله؟ الغلام أرشد الملك، لكن بتاع الحازي الحزام الناسف ده هو اللي بيركب الحاجات دي،
ودي فريق بيناتنا. ثلاثة، الغلام ده لما يموت هل بيكتل ناس معاه؟ كتل ناس معاه ولا مات براو؟ كتلوه براو، كتلوه براو، براو صلبوه كتلوا بتاع الحزام الناس. ده بكتل ناس معاه ولا ما بكتل يا ناس؟ بكتل، وبعضهم اصلا ما محارب، وحتى لو محارب دي ما الوسيله الشرعيه. بعضهم يكون بس بيسمنه كافر، بل مرات في دول اسلاميه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه. مش كافر، جا دخل بعهد او بينك وبين بلده في عهود وفي مهادنات وفي عهود، اي دخل بامان، بقى مستامن، بقى معاهد الى اخره، ذمي، دخل بلدك حتى لو كافر ده في امان. ما بجوز لك تشوه صوره الاسلام والمسلمين والناس يصفون بالخيانه وكذي. والنبي عليه الصلاه والسلام ده في لما في خيبر وما خيبر الى اخره، اليهود عاملوا حتى في الزراعه واتفق معاهم وصاروا بلفوا في المدينه، ما في صحابي بيقتلون. لما خانوا العهد بعد ذاك اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم واخرجهم. المساله اللي بعدها، الغلام ده لما قتلوه الاثر شنو؟ الاثر الناس اقبلوا على الاسلام الذي في وقته وامن الناس. اما ديل لما الواحد يقتل نفسه ويكتل غيره بيصد الناس عن الاسلام، مش بيدخل الناس في الاسلام، بل يصد الناس عن الاسلام ويشوه صوره الاسلام وغيرها من الاشياء الكثيره يا ناس ما في داعي شنو للاطاله فيها. وذكرتها في موضع اخر قريب 7 أو 8 اوجه تبين الخلاف بين هذا وهذا الاختلاف، وانه لا يحتج بهذا الحديث على هذا الباطل الذي روجه هؤلاء. وعلماء كثار افتوا بحرمه هذه التفجيرات وانها من الانتحار وليست من دين الله تعالى. قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين: ويظن هذا الذي يفعل هذه الامور انه شهيد، وليس بشهيد، ده ما شهيد، بل ده مخالف، عنده مخالفات ثانيه والى اخره، مخالفات باطله جدا. ده حاكمه كافر بتاع الغلام ده يدعي الربوبيه، وده حاكمك مسلم، وان ظلم وان جار في النهايه ما بتطلعه من الاسلام. انت بتثبت له اشياء لكن ما بتطلعه من شنو؟ من الاسلام، وبتتعامل مع الاشياء دي ذاته بالضوابط الشرعيه والى اخره. كلام كثير، وده بتاع التفجيرات مرق برا اطار الحاكم والنبي عليه الصلاه والسلام وبرا عهده. قال: من خرج على امامه قيد شبر فمات فميته جاهليه. تمرق برا طاعة الإمام وبرا حكمه بغير إذنه وتترك بيعته وتخونه في بيعته. قال: من خرج على إمامه قيد شبر فمات فميتة جاهلية، إلى آخر الحديث وغيره من الاستدلالات. الرجل ده الناس تحذر وما تتعامل بالعاطفة، عاطفة يا أخي. هنا في البلد يتكلموا واحدين يتناقشوا في المغابر بس، ده قال له يا أخي المسألة دي الدكتور ذاته عبد الحي يوسف افتبيع، بس مما قال كذي قال لي بالله عبد الحي ذاته افتبيع، خلاص الموضوع ده انتهى كذي. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الدكتور ولا الى الله والرسول، الى الله والرسول. كلام كله ده زول الناس تتركه وتبتعد منه. هؤلاء هم الذين يفتون بهذه الفتاوى، مسجله الان صوتيه وفيديو برضه موجوده في اليوتيوب لو دخلت تسمعها، غير الموجود في الكتاب. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يتجاوز عنا أجمعين، وأن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سر متقابلين. نأسف للإطالة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.